ايش مخطوف اخذ المايك بيدج؟ ابني وزوجي اثنين مفقودين وولد حميني وحمايا 14 زلمه من بيتي مفقودين ما اعرف شنو مصيرهم ميتين طيبين ما اعرف اليوم من 2015 اخذوهم قالوا ندقهم مثل هسه قالوا ندقهم حاسبه نص ساعه والنص ساعه صار ست بأي سنوات بأي مكان من جلام الدور من جلام الدور اي اخذوهم نزحنا وجتنا قوة وشالتنا ما أعرف شنها القوة أخذتنا و14 زلمة وهاي وهاي كلها نسوانهم ظلت وجهالهم 14 زلمة يعني 14 عائلة اي 14 عائلة كم ما أعرف كم طفل وراهم أطفال والله كلها هيك خلوها هسه أبو 10 سنين صار عمره 15 سنة كلها صار والحال فدنا وبقع يعني أخذوا سياراته وأخذوا حلالنا وأخذوا ما خلوا علينا كل شيء أخذوا من عندنا ما خلوا غير بس النساء والعجائز وشايب عندنا اكبر من ابو حسن هو هذا القادنا عم الجهال ولا عنده اولاد واحد واخذوها وعنده عيله تاكل الوجه وهاي عندها ثلاثه رجلها وولدها اثنين وهاي ولدها اثنين وهاي اللي يتزوجها وكلها اخذوا وهسه عندي عجوز بالبيت مرت حمايه كبير أربعة زلمة ولدها أخذوهم هسه ما عندهم أحد العيشة شلون دابرة؟ والله العيشة دابرة على الله على الله وعلى الطيبين ونعمة بالله بس والله. أكو عيشة يعني اليوم والله يعني. عندنا الحمد لله عندنا صاروا هذول الولاد شوية كبرى وقالوا يشتغلون عمالة والله نوب أكو نوب ماكو على عيشة عايشين عليهم والله عندها بس ولد واحد وهم مريض مو ذاك هم عيشتهم فد مرة صاروا عيشتنا كلنا عندك اثنين أنتِ؟ إي اثنين إي ابني وزوجي ما اعرف شنو مصيرهم ميتين طيبين ما اعرف شلون منين اخذوهم من يوم كان من جلام الدور من جلام الدور اخذوهم جت تدقيق عمي جيتوا على سيطره لا والله جينا نزحنا بعد مو جاي لا على سيطره بعد مو جاي مشينا وجتنا قوه من هاي الجهه قالوا يابا نص ساعه ندقهم حاسبه ونرجعهم للزلم والنص ساعه والله يا اخي لحد الان ما اكل شيء هاي النص ساعه صار من 2015 شالوهم واخذوا سياراتنا شقد عمره ايش من اخذوه؟ 18 سنة عمره وخاطبهم وخطيبته لحد الان قاعدة وتنتظره والله كلهم ولدنا يعني القصة خاطبين والتو متزوج وكلها يعني اخذوا حجية اعمار يعني مال 16 و17 اي والله اخذوهم اي اخذوهم ايش قد اعمارهم حجية اخذوه؟ 17 و18 19 سنة و16 اخذوهم والله بعدهم جهال 16 طفل اي والله بعدهم جهال والله من حطهم بس انا قاموا يتباكون ما اعرف وين ودوهم ذبحوهم ما ادري بعدهم مسجونين يوم هو ما ادري بيهم وين ما خلينا لا محكم الساعه لا كل حجي من تراجعين من تراجعين شو يقولوا لك؟ والله دقهم حاسبه يقولوا لي مو موجودين يقولوا لي ان شاء الله حجيه وين ما اروح يقولوا لي ان شاء الله يا بهالقد والله ورقه مسويتها طولتها كلهم على 14 زلمه حاطتهم بها وين ما اروح اقدمها على محكمه السرع وين على الحاسبات يدقوهم يقولوا لي ماكو يعني واحد منهم عاد اريد ميت طيب اريده ماكو والله وقاعدين يا سينا بالمثنى ونطلب من الله الله يفرج عليهم ويهدى الحكومه علينا ويشوف ولدنا وين راح والله يعني دايحين بلاياهم الله يكون يبعد والله كلها جهال وهذا ظلوا وراهم كلها جهال والله ما يعرفون كل شيء دابرون هسه خلي يعني شوي خبره هم شباب عشرينات وثلاثينات سنه ما مدبرين حياتهم اذا طفل عمره 15 دبر حياته اي والله لو بات من اقول لهم يا بطلعوا على الشغل والله يقوموا يحطوا البلم يقوموا يمشون والله اقول يا بس قد عمرهم يطلعون بالشباب والله واحد عمره يمكن هم ماكو 15 سنه والله بعد 14 سنه عمره بطلت من المدرسه وخلته يشتغل لا يعيشنا خير ما نقدر دينا على العالم هل يشتغل ب 5000 ب 2000 والله البرهم يشتغل ب 3000 دينار هم ما جاب لنا حشه والله وقاعدين ننتظر فرج الله وهاي جارتي هم حماتي يعني اخذان وياخذين الاخوه والله انفاين حظهم كل البنات خمسه برغبتها وما عندها غير ولد واحد هالكبراته وهاي الاخرى اجل ما عندها كل حظ اكو منظمات توصلكم وماكو شيء والله منظمات تجينا مو قليل يعني مو كثير يعني كانوا يساعدونا برمضان وهذا هسه لا والله ما كل شيء 3000 حجيه اي والله 3000 3000 دينار ما تعيش عائله اي والله ما تعيش والله قاعدين والله هسه يعني حتى انا بالنسبه لي مريضه على الطبيب ما اقدر اروح والله
يعني تعبانة حالتنا فد مرة تعبانة واقعين واقعة يعني يعني حالتنا فد مرة تعبانة ونطلب من الله ومن هاي الحكومة تشوف لنا صورة حال. احنا شنو مو عراقيين؟ من احنا جايين؟ احنا عراقيين وولد هاي ولد هذا العراق كله من اب الجن. اجل هيك انا اصير بينا وانت بهذل؟ يعني هسه ما تقدر تحكي ويا واحد ويا الحكومة تقول مو احنا كلهم اهلنا ولدنا؟ الحكومة مو ولدنا واهلنا؟ خلي يشوفون لنا صورة حال، خلي يشوفون يربون على حالنا. احنا هسه عندنا ولد، صدق عندنا ولد، بس ما نقدر يعني حتى ما لهم باب معيشة. والله ما باب معيشة ما لهم، روح اقعد بس حمل تجوز. ايش قد عندك من عيلة حجية؟ والله انا عندي 8 هسه. كلهم بنات ولد؟ والله ولد وبنات. 8 عندي من العيلة. والله كل النهار حتى وقاعد هسه يعني كبرت ما بيا والله على المنظمات وعلى الجوامع لعايشهم. اقول هذول ينطون يعني بغير مني يعني ما اروح علي غيرهم. والله كل مره ام ذنون الله يعطيها العافيه تساعدني. والله يا حجي ام ذنون ايش تسوي اللي تمنيه وكسوها على يعني والله دائما اروح لها وتخابرني وتقول ايش عندها تقول لي تعال اخذي يعني ساعدني ام ذنون اطلب منها الله يعطيها الصحه والعافيه. وهاي يا عيلتي والله هسه ما شاء الله عندي شباب 4 يعني صايرين ها كلهم هيك والله ما لهم يعني شيء معيشه ما لهم. حجي الشباب الله يخليك 14 سنه وهو شاب لو طفل بعد والله طفل والله العظيم بس الصبح قاعده يجر المورد يتبينهم اجي قاعده يا بقعد عيب روح اشتغل شوف لك شغله عيشنا. والله والله بطلت من المدرسه صف ثالث متوسط ما اقدر يعني حتى قمت ما اقدر ادبر فلوس المحاضر هذا المحاضرين يريدون منهم المعلمين ما قدرت وبطلت وقعدت قلت له يا بشتغل عيش نفسك حتى يقول لي يوم الله ما خفتي اليوم الصبح بطلت من المدرسة مين. عباسية أنا من البحر عبد الله وعشيرتي البخليفة حياك الله.